وما زلنا أيضا حول التوتر الروسي الأمريكي بشأن الأزمة السورية، وقام جدل بين جانبين حول كيفية تمييز المعارضة السورية المعتدلة عن جبهة فتح الشام وغيرها من التنظيمات المتطرفة. قال نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف يوم الجمعة إن روسيا والولايات المتحدة قامتا بتبادل قائمة للمعارضة السورية المعتدلة، لكن روسيا وجدت أن اثنين من أعضاء القائمة دعما التنظيمات المتطرفة وثمانية آخرين دعموا جبهة فتح الشام. كما أضاف أنتونوف بأن روسيا قدمت قائمة تضم 47 فصيلا من المعارضة المعتدلة التي ترغب في وقف إطلاق النار، وأوضحت المناطق التي تتحرك فيها. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت موسكو والولايات المتحدة عن المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات المتطرفة وجبهة فتح الشام، كما حصلت روسيا على خريطة انتشار هذه الجبهة أيضا من الطرف الأمريكي. ولكن من الصعب أن يتم تمييز المعارضة السورية المعتدلة عن التنظيمات المتطرفة.